معك من لقاء العاهل الأردني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جددا رفضهما لأي محاولة تهجير للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء أو الأردن. هل تعتقد أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الحرب إلى توظيفها والاستثمار بها على حساب قطاع غزة هذه المرة؟ والله أخي الكريم، نعم صحيح. يعني التقى الزعيمان العربيان وموقفهم واضح وصريح فيما يتعلق بموضوع التهجير القسري أو ترانسفير، إنه الأردن رفض رفضا قاطعا تهجير أي فلسطيني إلى الأردن، وكذلك الأمر الرئيس المصري أيضا رفض ذلك. فيما يتعلق بموضوع الترانسفير، هو موضوع يعني قديم جديد، والآن يحاول الكيان الصهيوني استغلال الوضع الراهن بالتأثير على هذه الدول والضغط على الشعب الفلسطيني. وكما تعلم وكما تشاهد خلال الأسبوعين الماضيات، هنالك استهداف ممنهج للمدنيين من الأطفال والنساء، وأخيرا ما حدث امبارح أظني فيما يتعلق بموضوع المستشفى الأهلي المعمداني والمجزرة البشرة التي ارتكبها هذا الكيان الفاشي النازي ضد الأبرياء من الأطفال والنساء وحولهم إلى أشلاء حقيقة. يعني من بداية المعركة لغاية اليوم لم نجد أو لم نسمع أي استهداف للمقاومة الفلسطينية. لغاية هذه اللحظة ما زالت صواريخ المقاومة تدق مدن الاحتلال، وما زالت عمليات المقاومة مستمرة. إذن أنت الآن عم تستهدف بس الأطفال والأبرياء وهدم المنازل على ساكنيها، وهذه تعتبر جريمة حرب وانتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أنه هذه ليست جريمة عسكرية فقط، إنها إبادة جماعية وتطهير عرقي حقيقة. ماذا يقصد هذا؟ إلى أين يريد أن يذهب هذا الكيان؟ تحاول أن تستغل أنه هذه الشعوب ممكن كثرة الضغط، الآن كل المعابر مغلقة، لا يوجد أي معبر، المساعدات الإنسانية والإغاثية ممنوع تدخل على أهلنا في غزة، كل الدول العربية لا تستطيع أن تدخل قنينة ماء ولا ربطة خبز للأطفال ولا حبة دواء إلى المستشفيات، فبالتالي يستغلون كل ذلك من أجل الضغط بهذا الاتجاه وصولا إلى مشروعهم اللي هو الترانسفير. نعم.